المعصوم ليس مستقلا كل شيء عنده من الله تعالى. شوفوا يا إخواني، أذكر لكم حديث شريف بالمعنى وهو وارد في تفسير البرهان للبحراني رضوان الله تعالى عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. في الحديث الشريف فسرت وأولت البعوضة بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يعني ما المراد بالبعوضة؟ المراد أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أقول وأعوذ بالله من الأنا، الله تبارك وتعالى راعى شعور المؤمنين والمؤمنات حتى لا يصيبهم الجنون أو لا يصيبهم الإنكار، وإلا أمير المؤمنين بالنسبة إلى الله تعالى أقل من البعوضة. أمير المؤمنين بالنسبة إلى الله تعالى لا شيء. أمير المؤمنين ممكن، الله واجب، الله خالق، أمير المؤمنين مخلوق، أصلا ماكو نسبة بين الله تعالى وبين أمير المؤمنين عليه السلام. يعني في يوم من الأيام إن صح التعبير الله كان موجود أما أمير المؤمنين ما كان موجود، كان عدم، كان معدوم، كان لا شيء. فلا شيء أقل من البعوضة. البعوضة مهما كانت مرتبتها نازلة فهي شيء، أما العدم فلا شيء. بس الله راعى شعور المؤمنين والمؤمنات قال بعوضة. فالتفتوا، وينبغي أن نلتفت أن المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم مهما كانوا عظماء، وبالفعل هم عظماء فوق حد التصور، أما مع ذلك ليس لهم شيء من أنفسهم، كل ممتلكاتهم من الله وهم أنفسهم من الله.